الخبر اللي تابعناه بالأمس الحقيقة واليومين اللي فاتوا دول على مواقع التواصل الاجتماعي عن بطل من أبطالنا في مصر، الراجل البسيط الناظر الصملوط اللي بكل شجاعة الحقيقة كان يعني مستعد يفدي بلده بحياته كلها، مش بس بجسده، يعني مش بس بنتيجة الإصابات والحروق اللي حصلت له، لا بحياته كلها. من المصري اليوم رئيس الوزراء يوجه بعلاج ناظر صملوط في أحدث مراكز الحروق على نفقة الدولة. وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس السبت بعلاج أحمد فضل رفاعي ناظر محطة صملوط في أحدث مراكز علاج الحروق بمصر على نفقة الدولة. وكلف إسماعيل المستشار الطبي للمجلس باستقبال المصاب بمستشفى الحلمية العسكري الذي تتوافر فيه أحدث نظم ووسائل علاج الحروق ومتابعة حالته الطبية، حيث تقرر نقل المصاب إلى المستشفى بعربة إسعاف مجهزة تضم طاقما طبيا للإشراف على نقله. وكانت وزارة النقل قد أشادت بالموقف الشجاع الذي قام به كل من أحمد فضل مرعي ناظر محطة صملوط ومساعد البلوك محمد عبد العظيم بعد إنقاذهما قطار بضائع محمل بصهاريج السولار في مدينة صملوط من حريق كاد أن يقع عقب اشتعال النيران بإحدى عربات قطار البضائع يوم الثلاثاء الماضي. تحية ليك يا بطل، أنت وزميلك وشرفتونا ورفعتوا راسنا، وإن شاء الله نطمئن عليكم بإذن الله، يعني تستردوا الصحة وتمام العافية بإذن الله في القريب.